الصورة على حالها حازم، القصف الإسرائيلي ما زال متواصل على مدينة غزة، تحديدا منطقة الشيخ رضوان التي تشهد عمليات قصف عنيفة في الساعات الأخيرة، استهدفت عدد من منازل المواطنين. القصف الإسرائيلي أدى بحسب ما أفدنا إلى تدمير عدد من منازل المواطنين، تحديدا في منطقة الجسر في الشيخ رضوان. كان هناك عمليات قصف مكثفة على هذه المنطقة والتي تدور في أطرافها الغربية للشيخ رضوان، اشتباكات عنيفة بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. ربما الأعنف في مواجهات اليوم والاشتباكات اليوم هي تقع في المنطقة الغربية للشيخ رضوان، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة. أيضا في منطقة الرمال وفي المنطقة المقابلة لبرج جوال أو في شارع المؤدي إلى شركة جوال، هناك قصف منازل لعائلة سكيك، يدور الحديث عن ما لا يقل عن 12 شهيدا بالإضافة إلى عشرات الإصابات. لا تزال العديد من المواطنين هم تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل قصف عدد كبير من منازل المواطنين، وهي المنطقة حازم المقابلة منطقة كاظم، هي باتجاه الشمال لمنطقة كاظم. هذه المنطقة تعرضت في الساعات الأخيرة إلى عمليات قصف عنيفة من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. لا زال عدد كبير من المواطنين تحت أنقاض المنازل، لا أحد يستطيع الوصول إلى هذه المنطقة. وصلتنا مناشدات كبيرة من المواطنين من أجل إرسال الإسعافات والطواقم الدفاع المدني إلى هذه المنطقة. هذه المنطقة تعتبر منطقة عمليات، أي شخص يتحرك في هذه المنطقة تقوم الطائرات الإسرائيلية باستهدافه وقصفه. تعلم أن مجمع الشفاء الطبي لا يستطيع إرسال أي إسعافات إلى مناطق القصف، لأن كل شخص يتحرك داخل مجمع الشفاء الطبي هو عرضة لعمليات القصف. أيضا في منطقة حي الدرج هناك عمليات قصف عنيفة لمنازل المواطنين، وهناك عدد من الشهداء والجرحى نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة. أوضاع الاشتباكات المسلحة لا زالت على حالها، ربما الأعنف اليوم في منطقة الشيخ رضوان وتل الهواء التي الدبابات الإسرائيلية متوغلة وتقف قبالة مستشفى القدس في منطقة تل الهواء، ويمنع كل أي أحد من الخروج من هذا المستشفى في ظل عمليات ومواصلة عمليات إطلاق النار على المستشفى. هناك عدد من الإصابات داخل هذا المستشفى بفعل القصف الإسرائيلي وعمليات إطلاق النار. بالتوازي مع ذلك هناك اشتباكات عنيفة تدور في هذا المحور بين المقاتلين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. أيضا هذه المنطقة كل الجهود التي حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بذلها منذ ساعات الصباح اليوم من أجل إخلاء الموظفين والجرحى وكل الطواقم الموجودة في مستشفى القدس، هذه المحاولات باءت بالفشل، ولم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من إخلاء هؤلاء المواطنين في ظل الأوضاع الصعبة وفي ظل عمليات إطلاق النار والقصف المتواصل على هذه المنطقة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلنت عن عودة كافة القافلة التي كانت من المفترض أن يكون على عاتقها إخلاء هذا المستشفى، عادت أدراجها إلى مدينة خان يونس بعد فشلها في إخلاء هذا المستشفى الذي يتعرض إلى عمليات قصف من قبل الدبابات والأليات وأيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية. عمليات قصف عنيفة أيضا في منطقة جوال في منطقة شارع الجلاء، هناك عمليات قصف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية للطرقات في هذه المنطقة. عشرات الغارات الإسرائيلية التي شهدتها مدينة غزة اليوم والتي أدت إلى حدوث عدد أدت إلى دمار واسع في منازل المواطنين وفي البنية التحتية، بالإضافة إلى وجود عدد من الشهداء عدد كبير من الشهداء والجرحى، فيما لا يزال العشرات من المواطنين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فوق رؤوس ساكنيها. جنوبا في إلى منطقة خان يونس لا زالت عمليات القصف الإسرائيلي متواصلة منذ ساعات الصباح، كان هناك عدد كبير من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل للمواطنين، من بينها منزل عائلة بركة والتي ارتفع فيها عدد الشهداء إلى 7 شهداء وأصابة العشرات بجراح جراء القصف الإسرائيلي لعائلة منزل عائلة بركة والذي أدى إلى تدمير المنزل بصورة كبيرة، فيما لا تزال تعمل الطواقم الدفاع المدني على إخلاء عدد من المواطنين المفقودين تحت أنقاض هذا المنزل.
في منطقة السطر الغربي في يعني الشمال الغربي لمدينة خان يونس. كان هناك استهداف لمنزل لعائلة الأغا، يعني تم نقل 5 إصابات في جراء هذا القصف. ثم عودت الطائرات الحربية إلى قصف يعني بهدف في محيط مدينة حمد، أيضا شمال غرب مدينة خان يونس. هناك عدد من الإصابات. ثم عودت الطائرات الحربية مرة أخرى أو مرات عديدة إلى قصف في منطقة بلدة بني سهيلة، إلى قصف مصنع للبلوك، بالإضافة إلى مقبرة بلدة بني سهيلة، وإحداث دمار واسع في المنطقة. هذه المنطقة تعرضت يوم أمس إلى عمليات قصف عنيفة جدا، أدت إلى استشهاد 7 مواطنين، بالإضافة إلى إصابة العشرات من بين الشهداء عدد من النازحين الذين اضطروا للنزوح عن منازلهم في مدينة غزة وجاءوا إلى مدينة خان يونس. أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت عدد من القذائف الصاروخية باتجاه منطقة القرارة وأراضي زراعية متعددة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى مناطق غرب خان يونس، دون أن يبلغ عن وجود إصابات نتيجة عمليات القصف. أيضا القصف المدفعي لم يتوقف حازم على طول الحدود الشرقية لمدينة خان يونس ورفح، حيث استمرت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق قذائفها وحمامها النارية باتجاه الأراضي الزراعية وباتجاه منازل المواطنين في بلدة القرارة، في بني سهيلة، عبسان الكبيرة والصغيرة وأيضا الجديدة، بالإضافة إلى منطقة الفرحين والفخاري. كل هذه المناطق تعرضت إلى عمليات قصف عنيف من قبل المدفعية الإسرائيلية. أعداد الشهداء في ارتفاع منذ يوم أمس، والغارات الإسرائيلية حقيقة لم تتوقف على مدينة خان يونس، ربما تركزت على مدينة خان يونس بشكل ملحوظ وبشكل كبير، أدى إلى استشهاد نحو أكثر من 40 شهيدا منذ يوم يعني خلال 24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى إصابة العشرات من المواطنين. جزء كبير من هذه الإصابات هي إصابات خطرة وحرجة، وعدد كبير أيضا من الشهداء هم من الأطفال والنساء وكبار السن. أشكرك جزيل الشكر مراسل الغد من خان يونس جنوب قطاع غزة إبراهيم قنن.